عاملين ايه؟ النهارده باذن الله هناخد مع بعض حرف ايه؟ حرف الطاء. ايه حرف الطاء بقى يا مستوره؟ حرف الطاء ده بيبقى معانا بالشكل ده. طب تعالوا نشوف بيتكتب ازاي. حرف الطاء بيبقى عامل شبه الطائر، بلف ايديا على السطح واشد شويه كمان شويه واعمل ايه؟ واعمل عصايا طويله. ده اسمه ايه يا مستوره؟ اسمه حرف الطاء. تعالوا نجيبه مرة كمان، بلف ايديا على السطح واشد شوية كمان شوية واعمل ايه؟ واعمل عصاية طويلة. طيب ايه هي مسار الحركات القصيرة؟ الحركات القصيرة عندنا ايه؟ فتحة كسرة ضمة، فتحة كسرة ضمة. طيب تعالوا نشوف حرف الطاء لو حطينا عليه حركة الايه؟ حركة الفتح. صوته ايه؟ صوته طاء، صوته طاء. يبقى عندنا طاء طبق، طاء طائرة، طاء طبيب، طاء طباخ، طاء طبلة، طاء طاووس، طاء طماطم. طيب دلوقتي حرف الطاء يا مستر لو حطينا عليه حركة الضم يبقى صوته ايه؟ صوته تو، صوته تو. طيب عندنا تو طيور، تو توم، تو توبة. تاني بعد ما عملنا كمان الضم هنشوف حرف الطاء تحتيه حركة الايه؟ حركة الكسر، يبقى صوته ايه؟ طي، صوته طي، طي طلاق، طي طفل. طيب يا مستر حرف الطاء حطينا عليه فتحة كسرة ضمة، عايزين نحط عليه كمان ايه؟ السكون. السكون يا مستر ينفع يجي لوحده؟ لا ما ينفعش، لازم يبقى قبليه حرف ايه؟ حرف متحرك عليه يا فتحة يا كسرة ضمة. دي صورة ايه؟ صورة بتريق. بتريق يا مستر ما تجيش ابدا الحرف الساكن لوحده، يبقى هنطقه ازاي؟ بتريق، بتريق. طيب تعالوا نشوف بقى ايه اشكال حرف الطاء. حرف الطاء يا مستر في اول الكلمه بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى عامل بالشكل ده ويبقى ثابت ايديه عشان يمسك في ايه؟ في اصحابه. طيب في وسط الكلمه يا مستر بيبقى عنده ايدين صغيرين، ايد من هنا وايد من هنا، يبقى عامل كده عشان يمسك في اصحابه. طب في اخر الكلمه يا مستر اخر الكلمه بيبقى عنده ايد واحده من هنا بيتكتب كله، وممكن كمان يتكتب ايه؟ منفصل لو قبليه حرف من الحروف الايه؟ المنفصله. يبقى حرف الطاء عندنا ليه كام شكل؟ ليه اربع اشكال، في اول الكلمه، وسط الكلمه، والشكلين دول في اخر الكلمه. نشوفكم ان شاء الله المره الجايه في حرف الجيم.